فطن يتمتع بدهاء سياسي وخبرة كبيرة تعطيك أحيانا انطباعا بأنه رجل سياسة أكثر منه رجل دين. إنه رئيس المرصد الفرنسي لمحاربة الإسلاموفوبيا وأحد ركائز مسجد باريس، لازال صامدا ومقاوما للطروحات المتطرفة المعادية للإسلام والمسلمين. بات الرجل الأكثر إزعاجا لليمين المتطرف والجماعات والحركات اليهودية التي ترى فيه رجلا خطيرا بتبنيه لخطاب متسامح ونير. وهكذا بديت مع عبد الله الزكري رئيس المرصد الفرنسي لمجابهة معاداة الإسلام. احنا العشيرة، شوفي احنا في مزاب بكري على حساب وسمعت، احنا كنا بن زكري، ومن بعد ولا كانوا حي قعدوا بن زكري وحي زكري وحي زكريا، فهمتي؟ هذه العشيرة نتاع أتحمد كما يقولوا، هذه هي اسم العشيرة نتاعنا، عشيرة كبيرة في واد مصاب معروفة في بني زقن، وكل الناس كل فيها ناس راهم حتى هما في السياسة، فيها ناس رياس العشيرة، خاطر احنا عندنا مجالس عندنا تقاليد، وحنا على بالك في فرنسا بعد ما صارت المشاكل اللي تكونتها في غردايا عندها 4 سنوات، كوننا أجنة في فرنسا اسمها كوليكتيف دي بوزابيت ان اوروب، تاع اوروبا كامله، فيها فرنسا المانيا انجلترا، راني متريس عليها الوقت الحاضر، انتخابات على كذلك الحال، وباقي الناس هذم نقولوا لهم حنايا مالغري رانا في الخارج عندنا تقاليد نتاع والدينا، ولازموا نحافظوا على واش خلناو لنا الشيوخ نتاعنا، نحافظوا على المجالس، على نبداو نحافظوا على عزابه، على المجالس اللي راهي تتم مجلس عبي سعيد، مجلس الكرسي، نحاربوا على الشيء اللي خلنا ولنا والدينا. واليوم ناس بزاف راهم غايرين بهذا النظام اللي راه يتمشى في واد مصاب مدة قرون وقرون. مفدي زكريا دار الواجب نتاعو، خدم الطورة بيان سور شرف أنا نور كما يقولوا الجنابيين باللي راني ولد العشيرة نتاع مفتي زكريا. أنا عمي وعلاش ما نكر أصله كما قلت لك بلاد حشاي غير الكلب. كنا احنا في 8 ست ذكورة وزوز بنات، الوقت الحاضر كان زوز بنات الله يرحمه ويوسع عليهم، واحد يقولوا له يوسف والآخر يقولوا له بكير والآخر راهم حيين، ربي يخليهم دائما ان شاء الله في الطريق المستقيم كيما ربانا والدينا. حنا توام، انا وعندي خويا توام، كان الاول والثاني ذكر والثالثه طفله والرابع طفل، ومن بعد انا وخويا الاخر 5 و6 مع بعضنا، ما نعرف كان انا الخامس ولا هو الخامس، بين توكا 5 و6، ومن بعد 7 طفله ومن بعد الاخر طفل قاسم، الله يطول العمر نتاعهم وربي يخليهم دائما في الطريق المستقيم. والله نقول لك هذه بطبيعة الحال، كل الوالدة دائما حنينة على الوالد، والوالد كي واحد يكون صغير كي يشوف الوالد نتاعو يعيط عليه ويزير عليه يقول الوالدة خير، كي يكبر ويدير عقله يقول الوالد يحبني، والوقت اللي يكون يضربك يقول لك قرأ وما تخلطش لي فايو، وكي تخرج من الجامعة لازمك تدخل للدار ما عندك وين تروح في المصلحة نتاعك، هذيك يعود واحد صغير ما يخممشك يقول ما يخلينيش نخرج وما يخلينيش نلعب وما يخلينيش نلعب البالون وما يخلينيش نشوف صحابي، مي باش يحميك. والوالدة دائما حنينة، خاطرك يعود الوالد يعيط تقول له بالعقل، معلش تعيط بالعقل مش السياسة مش هكا، دونك الوالدة حنينة والوالد حنين. انا الوالد جا لفرنسا الله يرحمه وصل نهار سبت، جبناه بالامبولانس لفرنسا عندي باش يداوي، وصل بالسبت عقب نهار الحد في لاكلينيك، نهار الاثنين الصباح توفى. تاجر كان عندنا في 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 عندنا باع حوانت وزينات، تاجر، وما تنجميش ديري في عقلك، خاطر انا جبت الوالد كي مات، انا قاعد في الطياره هو قاعد في الباجاج في الصوت، ما تنجميش نقول لك واش تحسي في قلبك كي يموت لك الوالد نتاعك وتجيبيه هكاك،
جاي يمشي وترديه في صندوق. درك الوالدين الله يرحمهم وربنا كتر خيرهم وتبعنا لي كونساي نتاعهم والله يرحمه ويوسع عليهم داروا الواجب نتاعهم. ان شاء الله نديروا حنا ان شاء الله نديروا الواجب نتاعنا مع اولادنا كما هما داروا الواجب معنا. فرنساوية عندي الأطفال، عندي ثلاث أولاد، عندي الطفلة شهرزاد دارت باك بلسويت كملت القراية نتاعها في الأمريكان ألي ديبلومي، عندي الثانية مريم مش مريم مريم تانا كذلك الحال دارت باك بلسانك راهي كادر في البنكة في العمل، وعندي الأخر كريم في 30 سنة راه حتى هو مدير في شركة نتاع التوريزم شركة أفاس. ما كان عندي حتى مشكل. أطفال ربي ذهب الجوزة نتاعي شاري لها قرآن بالفرنسوية نجم نقول لك قراته كل كما راه وساعة ساعة جبد لي خطرة قاعدين نجبدوا على الربا الكارديت كازي بار الواحد. قلت له على بالك تعود فيها رأس العام يعطوا لك هذاك اللي زانتيري هذم كما تقدرش تخرجيهم زكاة تهزيهم وتعطيهم صدقة. قاري قرات بابا بالك ما فهمتش كلش بنتناقشوا على هاد الشيء الدركة ما بنلو الدرك ساعة ساعة نجبدوا الهضرة. ما نكذبش على الناس هذا لكم كل واحد الدين نتاعو. أنا نعرف حاجة باللي من هاد الناس أنا ما نحبش ما نكونش منافق. ينبي باي افارد كونترانت في الإسلام ما نجمش نحتم تمن بربي طايعة الباقي بينها بين مولاها. أنا خديت أهل الكتاب النصارى أهل الكتاب وحنا أهل الكتاب هذا اللي أنا نشوف فيهم كيف يجوا للجامع يستسلموا غير باش يستسلموا غير باش تزوج عامين ثلاثة بعد تلق معه وتلق مع الدين نتاعو اللي دخلها فيه الوقت اللي أولادي متربيين ويعرفوا الدين نتاعهم ويعرفوا واش هو الاسلام ويعرفوا واش هو الدين نتاعهم ويعرفوا حاكمين طريق المستقيم الباقي كلش باذن الله. الوقت هذاك كنت كاتب العام نتاع الناحيه لونغ دو كروسيون صدر نتاع ناحيه مونبيليي بيربينيون كنت كاتب العام نتاع البيزنس الفرنساوي ديالها من جهه جهويه. في 2005 الانتخابات جدد قدمت روحي في الانتخابات وطلعت في المكتب الوطني في باريس في الكونسي دونك فرنسي دو كولت مسلمون كمسؤول عضو في المكتب شارجي دي ميسيون في المكتب هذاك انا حتى 2008 الانتخابات اخرى زدت عاودت جرت روحي وكل خطره منتخب. في 2000 كنا نتبعوا في المشاكل اللي عايشتها المسلمين في فرنسا من قضية الحقرة من قضية الجوامع اللي تحرقوا من قضية الجوامع اللي حشك والمصلنتين في هذا شهر رمضان اللي يبعثوا لهم رئيسا حلوه في طيشهم في الجوامع تهديد بالموت على المسؤولين المسلمين بالرسائل هذا الشيء ما كناش قابلينه. فهمنا الحكومة الفرنسوية السلطات الفرنسوية وبالأخص وزير الداخلية اللي مسكين في هذه القضية وزير الداخلية في المواد جوان 10 جوان 2010 دار كونفنسيون سينيا كونفنسيون مع المكتب الفرنساوي للديانة باللي باش تكون فيها أجنة بهذه الأجنة هذه تكون تطلع وتجرد الشيء اللي يصير ويقيس المسلمين ويقيس كذلك المساجد. في الأجنة هذه كنا ثلاثة من ممثلين المكتب اللي نجتمعوا كل شهر مع لي سيرفيس نتاع وزارة الداخلية باش نطلعوا على الشيء اللي راه صاير. شفنا باقي القضية لي زاك تطلعوا يزيدوا طلبنا من البرلمان الفرنسي خاطر هما تما في البرلمان عندهم دائما يديروا ان كوميسيون بارلمونتير أجنة بارلمونتير اللي تطلع بعد من المشاكل. الأجنة بارلمونتير هذه تكونت باش تطلع على قضية الفولار نتاع البنات اسكو نمنعوا الفولار اسكو نخلوا الفولار
في 2004 دونك قلنا حنا ماذا بينا نديروا اجنه اللي تطلع على الشيء اللي راه صاير في الضغط على المسلمين على الجوامع. رئيس المجلس وقت هذاك تاع لاسامبلي ناسيونال رفض في 2011 الوقت اللي رفض في 2011 الانتخابات جدد نتاع المكتب الفرنساوي للديانه. رئيس المكتب قرر قال نكونوا اوبسرفاتوار مرصد. المرصد هذا تكون على صفة عدو بلا بالكلمة تاعنا الإخوان انتخبوا عليا في 2011 كرئيس بريزيدون لوبسرفاتوار ناسيونال كونتر الإسلاموفوبي. من 2011 الآن راني توجور بريزيدون لوبسرفاتوار. القضية نتاع 2003 هذه لماذا القضية تحركت؟ فيها بعض من العنصريين وفيها ساركوزي وفيها جماعة أخرين اللي بدأ بهم البنات ما ديروش الحجاب. تصلوا بنا وعيطونا في المجلس البرلمان، حضروا بعض من الإخوان منهم جوامع كبار رياض جوامع حضروا وعطوا الرأي نتاعهم. الفرنساوي العقلية نتاعهم قال لك هذو البنات هذا دارين الفولار باسكو الوالدين دارين عليهم الضغط، سواء الأب سواء الأم سواء الأخ، وداروا لا لوا. حنا قلنا ما راناش ضد لا لوا، الوقت اللي كان قانون ما نجموش حنا نقولوا لهاد البنات ما ديروش الفولار. البنات يديروا الفولار كي يوصلوا للجامع الليسي ولا الكوليج، ينحوا الفولار يدخلوا كي يخرجوا يعاودوا يردوا. وبعد داروا تانا قانون ممنوع النقاب كامل اللي تغطي وجهها، هذه تانا ان 2004 داروا لانتريديكسيون دو فوال انتيغرال كيما يقولوا هو، ويديروا دي زاموند اللي لقاوها بالفولار يديروها. هما الغلطه اللي ما طلعوش عليها قد هاد الناس النساء اللي يديروا الفولار انتجرال الحجاب انتجرال 80 برسك 80% كلهم فرنساويات اللي استسلموا سون دي كونفيرتي على الاسلام. هذه كانت تلقى بوليسي يقول لها غير تشوف البوليسي تجبد له البطاقه تقول له دير بروسي على روحك. فينالمون داروا حاله على هاد النساء من بعد سكتوا. لماذا سكتوا؟ كي جاوا يديروا العدد نتاع النساء لقاو ما تعديش 100 واحد، ضربوا الزرنه والطنبور على 100 واحد في الفارخ. دونك بعد كي شافوا في اللي في القضيه درك ما راهمش قاعدين يهضروا عليهم خلاص، درك ولاو القضيه اخرى ولاو لليونيفرسيتي. وعلاش النساء اللي تقرا في اليونيفرسيتي كبار وعلماء وعندهم دي ديبلوم الواحد حتى هما يفوق نديروا لهم لوا اللي تمنع الفولار؟ منها ساركوزي، منها بعد من اللي كانوا مرشحين ليرسموا للرياسة، منها الفرون ناسيونال، منها لي بوبوليست، كلهم ماذا بهم هاد النساء تنحي الفولار. بالعكس لي بريزيدون رياس لي زونيفرسيتي ضد، قال لك لماذا تحبوا تمنعوا لهم الفولار؟ الوقت اللي راهم يقراوا ما كانش مشاكل والدعوه راهي تمشي بالهدوء. حنا تانا رفضنا هاد، حاربنا هاد الناس اللي عيطوا باش يكونوا قانون اللي يمنع الفولار للبنات في اليونيفرسيتي. حاربناهم واش اسمه باللي ديكلاراسيون باللي ما راناش اتفاق معاكم، باللي راكم تحبوا تشعلوا النار، الدعوه رانا في الهدوء، راكم جوستومون تحبوا تديروا تكونوا بلابل للناس هذو من قضيه الفولار. الوقت الحاضر باقي ماذا بهم يطبقوا قانون بل البنات تنحي الفولار في اليونيفرسيتي، حنا ما راناش اتفاق. وفيها بزاف تاع الناس مش اتفاق، حتى بعد من احزاب فرنساويين ما راهمش اتفاق الوقت اللي ما كان والو ما كان حتى. الور المرصد هنايا فيه معركه، فيه معركه لماذا؟ خاطر كانوا مسؤولين الاحزاب ولا بعد من المنظمات لي جروبيسكول كان بزاف اللي كانوا دائما يسبوا في الجريدات في التلفزيون في البراوات المسلمين والاسلام وما كانش واحد اللي يتبعهم في العداله. لقاو الدعوه سهله. اليوم اللي عاد الاوبسرفاتوار عاد الناس ترد روحها ترد على روحها بزاف. لماذا؟ اللي يتحرك نتحركوا معاه. تبعنا جان فرانسوا كوبي اللي كان رئيس الحزب نتاع الحكومه وكان وزير. تبعنا واحد تانا كان وزير بكري ودرك راه مير نتاع اسمه الاستاذ اراديسمون. تبعنا ماري لوبان تانا في ليون في تريبينال، وتبعنا برشا من الناس والحاضره اللي نتبعوا راني نتبعوا في واحد لاجوان تومير في كومبيان من 2016 وعندنا سمانه جينا بريه من عنده وكيل الدوله يقول لك الملف نتاع هذه المراه اللي قاعدين نتبعوا فيها ودرناه. عجايب
عجيب. وتلاقينا مع الوزيرة نتاع لاجستيس، عندنا واحد الشهر جمع رئيس المرصد والمتحدث ولوموني ناسيونال نتاع الحباس باش فهمناها الشيء اللي راه صاير. كيعود مسلم عام وحنا نستناو باش يفيكسيو داتا بروسيدور، وكيعود مسلم قاس واحد اخر في 15 يوم يعدي العداله. هذه دو بوا دو ميزور ما نقدروش نقبلوهم، وهاد لي دو بوا دو ميزور الشبان راهم قاعدين يشوفوا وراهم قاعدين يقولوا فرنسا تحقر فينا، ورحنا نقول لهم هذا الشيء اللي قاعدين نديروا فيه، هذا الشيء يقيل يكون لا راديكاليزاسيون على الناس اللي راهم يروحوا يهربوا، خاطر يقول لك فرنسا تحقر فينا، وبعد يروحوا يتبعوا الخطاب تاع داعش، وبعد من المسؤولين الفرنساويين الخطاب نتاعهم يسجع داعش مع هذا الشبان. كما نقولوا احنا بالفرنسويه عندهم الديسكور دي فيريتابل ريكروتور تاع داعش بالخطاب تاعهم ضد الاسلام والمسلمين. شوفي، هو كان بعد من الناس منين تصير قضية تاع إرهاب والموت يتهمون الكل ويقول لك اخرجوا للشارع واخرجوا ديروا مظاهرات. أنا درت لهم تصريح في الجريدات في الجزائر وفي فرنسا في انجلترا، باسكو بيجيو صحفيين بزاف في الوقت الحاضر، يجيو من جابو من الأمريكان مشين يحبوا يطلعوا واش صاير، كيف المسلمين راكم عايشين وعلاش هاد المشاكل. واش قاعد نقول لك جسبا، هاد الناس راهم يجيو يحبوا يتصلوا علاش كيفاه واش راه صاير. اليوم في البلدان نتاع الاوروب كامله كما راهم، كان بلاد وحده اللي راهي عندها كما يسموها لا لايسيتي. لا لايسيتي هذه تكونت في اللوا نتاع 1905، لا سيباراسيون بين الدين وبين السياسه. حنا ما راناش نديرو في السياسه. الور بعد من الدول الاخرين ما راهم يقولوا كيفاه فرنسا هاد لا لايسيتي، هاد لا لايسيتي بعد من الناس دارولها كانه راه يضيق وضيق على المسلمين، ويحبين يديروها كما قلت لهم لا لايسيتي باينه. هما لا لايسيتي حابين يديروها توت لي صوص، يديروها صوص مايونيز، يديروها صوص هريسه، يديروها صوص كيتشاب كما يحبوا. لا لايسيتي باينه، الحكومه ما عندهاش القانون تدخل في قضيه الدين، والدين ما يدخلش في قضيه الحكومه. حنا رانا قابلين هاد لا لايسيتي كما راها انتخبوا عليها 1905، مليون بعد من الناس دوروا لها لوبجيكتيف نتاعها بدلوه غير على الاسلام. كي تسمعي واحد اليوم يهضر على لايسيتي ما يفيزي لا المسيحيين لا اليهود لا البروتستان، حتى واحد يفيزي الاسلام والمسلمين. هذه القضيه اللي راهي اليوم مكونه في فرنسا من جهه لا لايسيتي. على الاسف يفوق حنا ندافعوا على روحنا وندافعوا على الشرف نتاعنا ويزيدنا. وتنا اخرى بعد من الناس، انا واحد يفوق يقولها ويقول بصراحه، عندنا لي مسلمون سيرفيس، عندنا لي مسلمون صحاب الشتاء، عندنا لي مسلمون اللي مادا بيه كيشوف بن عمه يحقرو كيشوف الاخر الجنابي يركع له. هاد الناس يبقاو كيما راهم يخلوا اون بليس الناس اللي ما سكلش بالدين ما عندها حتى تدخل مع الدين، واليوم راهم مادا بيهم باش يديو مناصب من جهه السياسه ولا من جهه راهم يطيحوا على الدين. نجعلوا نعطيك نظر باش الناس تعرف مليح، الحكومة الفرنسوية كونت من جهة الدين دارت جان بيير شيفالمون بريزيدون لا فونداسيون دو الإسلام دو فرانس، بريزيدون لا فونداسيون جان بيير شيفالمون مسيحي غريب. أنا عبد الله زكري اسكو غدوا يقبلوني بريزيدون اسمو تاع لا فونداسيون تاع اليهود ولا تاع المسيحيين؟ مستحيل. القضية قدام حنا ما راناش اتفاق، قالك شوفالمون درناه على عامين، درك وعدى عام راه ماشي في العامين جبد روحه. والقضيه بكل صراحه واحد يقولها لافوت نتاعنا، خاطر علاش كي نحبوا نسموا مسلم في لا فونداسيون هذه كل المسؤول يجي يقول لك انا، وقالوا لنا رئيس الجمهوريه والوزير الداخليه قال لك تفهموا اعطيوا اسم، ما تنجميش تعطي اسم، تبدي اسم تاع من. هاد الناس اللي شكوا ناس غيارة، ناس معروفين، منهم واحد اللي شك، وهذا اللي شك ويخرج في الدعايات ويقول أنايا أنا أنا أنا، راه ممنوع ليه يدخل الجزائر في الوقت الحاضر، ما عندوش حتى بطاقة جزائرية.
وصاحبه الخمر والزداق وعدوا بلا من كلمه. انا الوقت اللي دخلنا في التفاصيل هذه، انا عايش في فرنسا مده اكثر من 40 سنه، المراه نتاعي اجنبيه، عمري ما ذقت قطره نتاع الخمر، عمري ما كيفت قارو في فمي. راكي قلتي من واد مزاب من الصحراء، التقاليد والتربيه نتاع الوالدين اللي مشاوني في الطريق هذه. الاسلام ديني والاسلام في قلبي، والجزائر الدوله نتاعي، انا عمري ما قطعت الدوله نتاعي، ما عنديش اتفاق على حوايج تكون في الجزائر، بنقولهم في الجزائر ما نقولهمش في الخارج. ما نجمش نقول الجزائر تي جي في راهي تمشى تقفل على القفله يتمشى، حتى تي جي في راهي يمشي روطار، كان غلطات اللي راهي مكونه هنا، بصح الجزائر راهي جزائر.